انتم البنات واحد المتتبعه. دابا حنا جيناك على غفلة قلبنا الكاميرا هي جات غير تقضى. كي جاتك العبايه؟ لا لا زوينه ومريحه بزاف عبايه وكسوه صراحه واعره بحال لابسه عبايه جلابه من عبايه كسوه جلابه غزالات انا خديتها في الكحل ومريحه عمليه بصحتك وراحتك. لا قبل انتم البنات راني خرجت جيت عند خديجه. خديجه المبرزيطه يا اختي صدعتني برزطاتني صغرتي رجوة عرفتي شحال هادي ما جيت حسبي لي يا خديجه. البنات ما تلاقيتش بها من السبوع ديال بنتي من السبوع ديال ياسمين وقيله قبل العيد الكبير قبل العيد الكبير باش ما تلاقيناش. ايوا شتي اختي راه متتبعين تيقولوا ما بقاش تمشي عند خديجه ما بقاش تجي صافي ياك البنات قولي ليها ما تمني ما بقيتيش باغا تمشي ما تبقاش تمشي انتوما اللي كتقولوها لها. لا لا والله الا غير الظروف هي راه عارفه راه عادراني هي الظروف وصافي عارفه المشاكل اللي واقعين فيهم كل واحد عنده وهي كل واحد عنده هموم وصافي خليو كلشي مستورو خليو كلشي تلعبو لشي ولا كيفاش كيقولوا ليها. لا غير جاتني انا مع تصريبيه ما نخليكش انا كنت كتعيط لي يلا معايا يلا خرجوا يلا اليوم خرجت بزاز البنات وسقسا حتى انا بغيت نجي حيت شحال هادي ما جيت انا بغيت نجي اما كون ما بغيتش نجي نقول لك ما اختي ما جاياش. تحية السلام عليكم بنات كي دايرين لاباس نتمنى تكونوا كاملين بخير ان شاء الله. توحشكم حتى انا بطبيعه الحال ولكن الظروف بعض الخطرات كتحكم علينا ما عندنا ما نديرو خاصمنا وعاد صالحنا ياك موضع لينا بغات تطلع بيا فيه ما غنديرو الفوز اختي صالح 11 لا اختي لا اختي حنا ماشي بحالهم كون كنا بحالهم كون درنا لاباس كون درنا لاباس. مرحبا بكم البنات نتمنى ان شاء الله. المهم خلاص راني بديت معكم الفيديو من الدار كيف ما تشاركت معكم هذا النهار قلت نكملوا معكم جيت عند خديجه. المهم خرجنا ضربنا دويره يا اختي خرجنا البنات ودرنا كانت غندير لكم فلوق ساعه ضيق الوقت ضيق الوقت وتغدينا وتسارينا وصافي وطرقت المحل باش نمشي في حالاتي وخديت هاد العيبه هادي واحد كسوه جلابه حسبوها كي بغيتو حمقاتني ملي شفتها عندها وشفتها لابساها. ايوا وجيت خديت ديالي انا في الكحل راكم عارفين تنبغي الكحل غزال. ها هي خديجه لابساها شوفوها واسعه واسعه وعريضه انا تيعجبني هادشي العريض والواسع الالوان فيها بزاف ديال الالوان حسنه حتى هي نفس الالوان اللي في هادي كاينين في هادي. هادي جات كتجي هكا كتجي بالصديفات هادو غير ديكور في اللبسه عرفتي في اللبسه ملي لبستها حمقاتني اللبسه ديالها واعره متوله يعني ماشي بحال مخنشه ولا اللبسه ديالها بحال لابسه الرومي مستور ما كيتحبوش البنات انا راه دابا 15 يوم واخده فيها الالوان ما كيتحبوش. ها انتم شوفوا الثوب عن قرب غزال اش من ثوب هذا خديجه وسخون ملي لبستها كي جات غزاله والله الا عجباتني هي من شحال هادي وتتقول لي اجي راه غتعجبك ملي جيت دابا الصراحه كون جلست شويه كون مشات ما تلقيش طايتك راكم عارفين معنا كنلبس الطايس الصغيره الا ما جيتش فيها الجيوب ما لقاش طايتي فيها كاع لي طاي خديجه فيها بحال هادي كتبدا من 46 من 46 حتى ل 52 من 46 حتى ل 52 المهم اللي كيلبس بحالي 46 غيلقى اللي كيلبس بحال حسنه 52 هما راه غيفهمونا انت كتفرشينا هادي من 44 حسنه 44 حتى ل 52 يعني اللي ما كيلقاش الطايه ديالو غادي يلقى الطايه ديالو عند خديجه غزالين عرفتيو البنات في اللبسه حسنا راه انا اللي عجبوني وصورتهم ليكم والله حيت تهميزه زعما والثمن ديالهم خديجه 230 يعني ثمن مناسب اللي غيشوف الموديل يقول لك راه ماشي كريب تشوف سخون عمليين الخدمه هذا تلبسوهم يوميا يعني غزالين عمليين بزاف مسخيتش انا نبدلهم ما تقدريش زومي على الثوب شتو راه سخون الالوان في هذا الموديل كاين هاد لاكولوغ موف تحيه نجوى اللي كنت لابسه سيره نجوى كاين فيهم الغوز ديجا في المانكا اللون اللي غنوريكم البنات دابا راه نفس اللون في الزواقه الثانيه يعني في الا بغيتوا هاد الزواقه اللي هذه راه فيها غير صديفات غير هنا راه ماشي غير ديكور يعني لي كولوغ اللي غتشوفوهم مع هادي راه نفسهم هذا اللي لابسه خديجه هو هذا سيره نجوى غزالين والله البنات الا واعرين بغيت نصورهم لكم بالنسبه للاخوات المحتجبات اللي تيبغيو شي حاجه مريحه شي حاجه مستوره هادو مستورين انا تعجبني الحاجه تكون عريضه عليا ومستوره وفي نفس الوقت ما تجيش مخنشه هذا كري ياك كاين نوار نوار هذا اللي خديت انا
ملك الالوان هو شوفوا ملك الالوان وكيستر ما كيبقاوش يبانوا التضاريس كاين البلومارين ديالو وكاين المارون والباج ما شاء الله نفس الالوان غتلقاهم نفس الديزاين اللوينات واعرين ومحترمين ومؤدبين والطول طوال طوال حتى لتحت انا راه ما نقصتهاش خليتها بحال هكا شكل عبايه طويله كتجي في اللبسه زوينه هذا القهوي وكاين الباج يعني نفس الالوان اللي بينا لكم في هادو كاينين في هادو نفس الالوان من 46 حتى 52 من 46 حتى 52 هذه من 44 حتى 52 من 44 حتى 52 والثمن ديالها 230 درهم ايوا المهم هذا البون بلون كي كيقولوا عجبتني وتشاركتها معكم وبلاش نبقشش عاوتاني لاباس ليا ما شاء الله قالت لي يعني اللي خداوها وراه غادي يكتبوها لكم في التعاليق اللي خدات وحده كترجع تاخذ التلوينه راه ما كاينش كنقول لها غترجعي واكيد كترشح صافي انا نقلب الا بانت لي شي حاجه اخرى غنتشاركها معكم ما بان لي والو وراه كلشي الصراحه كاين الجديد وكاين الجديد راه هي اللي ما كتجيش الجديد البنات شوفي من هذا الفيديو خصهم يكتبوا لي واش باوني نصور الا بغاوني نصور غنجي يوميا تحدي 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 اختي البنات الا ما كتبتوهاش ليها كتبوها لها البنات نشوفوا التحدي ديالها فين غيوصل إلا كتبتوها لي يوميا نجي نصور واللايكات ضروري باللي جاب ياك ديروا بعدا هي التعاليق مهمين والقلوبة اللي ما تيعرفش يكتب يخلي لنا هي القلوبة حنا راه تيوصلنا الميساج ما تكتبوش ليها ما ديروش لها جيم ديروا ليها بغيت تكتب شي هاد خديجة هكا شحال كتخبي عليكم ديال الهميزات قصوها ليا قصوها ليا شحال ديال الهميزات كتفلت في المحل انتوما كتفلت عليكم الهميزات باغا فارماسي صغيره عندك في الدار عسل الحر 100% على ضمان خديجه والناس اللي خداوه خداو الناس جربوه حر خداو ما شاء الله راه عندي ثاني كميه اخرى غنطلبها غدا كتمشى شوف حنا ما نحتاجوش نشكروا ليهم راسنا حر ما عدا هذا ديال الماكله ديال الليمون هذا معلف شويه بالسكر ولكن اللي كتاكلي بحال ماشي ديال السكر ديال الليمون الليمون الحر هاو الفري هذا ما فيه لا سكر لا والو هذا كله ما فيهمش السكر خالي من السكر عسل النحل الحر حر 100% حر 100% وتكذبني شي وحده اللي كتعرف العسل غدي وغتجربو غتلقاه هو هذا وحنا خلاص ما نشكروش لكم المصداقيه راكم عارفين ما بحال هذا عسل الخروب اللي كيصلح بزاف الحوايج الناس اللي عندهم الكلاوي الناس اللي عندهم مشاكل الجهاز الهضمي بزاف هما شوفوا كل عسل غنوريوه لكم كتبوا غير في جوجل غيعطيكم المنافع ديالو عسل النافع عسل الليمون الحر عسل وشنو خديت انا خديت ديال عسل كاليبتوس خديتي الدغموس عسل ارغان انا الصراحه البنات خديته للدواء يبقى عسل عندي سيدر. عسل الزعتر الدغموس الاعشاب والشوك هادو الناس اللي امراض كاين حتى العسل ديال الارغان البنات هذا تا هو زبيب بالنسبه لهاد العسل البنات هذا ديال الدواء هذا تاخذوه وتحطوه بحال حاطين فارماسيان في داركم نهار تروحوا ولا شي حاجه معلقه منه هذا للدواء واعر والاثمنه كتختلف كل عسل انتم راكم عارفين العسل ولكن الاثمنه راه ما مرتفعاش يعني لذاك اثمنه جد مناسبه جدا والله الا شوفوا انا خديجه جيت لقيتها كتذاكر مع واحد السيد كتبيع معاه وكتشري كتاخذ من عنده السلعه عرفتوا راه والله العظيم غنقولها لهم هنا بنات اللي داروا لا كوموند على ناناب راه حسنا شاهد والله عتي راه اكثر من ساعتين وهي ولكن ملي جاب لي الفاكتوره صدمني قال لي راه غلطت يا خديجه هذا الثمن اللي قلت لك ديال الميطاسي وماشي هو هذا يعني هو اعطاها الثمن الثمن ديال الحاجه اللي عاديه وهو جاب ليها الحاجه المزيانه يعني يكون الثمن ديالها زايد ولقيتها كتناقش وكتعاود وعندها غير شي 10 دراهم ولا باش تعرفوا راه سميتو ملي غنلونسي لانا راه حاضره حسنا والله والله العظيم الا حاضره تعصبات الصراحه وخرجنا بلا خاطر المهم العسل الحر عجبني تشاركته معكم بجميع الانواع ديالو راه على ضمان خديجه راكم عارفين جربي وردي عليا هذا اللي غادي ناخذ انا ان شاء الله نجربو وراه غادي نقول لكم اللي كاين هذا انا غير دوا الصراحه غير دوا نحطو راكم عارفين مع الوليدات ولا حنا النيس كنطروحو هذا مزال جربي هذا المره الجايه انا نعطيك تجربي واحد اخر صافي ان شاء الله جربيهم كامل لا حاشا والبنات راه كاين حتى املو ديال التعاونيه غتشوفوا العسل وغتشوفوا املو عند خديجه راه كتعامل مع واحد التعاونيه هذا الشيء ماشي خديجه اللي بغات تبيعو هذا الشيء الناس اللي كيتيقوا في خديجه وتيتيقوا في داك الشيء اللي كتجيب خديجه داك الشيء علاش خديجه اي حاجه بغيتوها تجيبها لكم بما انك كتثقوا فيها دير حتى فرماسيا على قبلكم زيت القمل والشامبان ديال القمل هذا باك شحال قلت لك انجوا باك كيمشي ب 80 ولا 90 بالنسبه للبرد هذا راكم عارفين الوليدات كيتعادوا
هذا باك كيمشي ب 80 درهم، شامبان والزيت ديالو ب 80 درهم بجوج بهم 80. لوسيون شامبوان لا شامبان والزيت سي الزيت ديال الخزامه ديال القمل اللي كيقلبوا على زيت القمل بالخزامه راه بالقمل وشامبان ديالو. وكاينين الزيوت الاساسيه كاع هذاك لي برودوي تاعوني عندي التبريمه كلشي داك الشيء راه ديجا شاد. هذا الماسكار باقي عندي خديته عام هادي هو اللي كندير غزال قوماج وماسك في نفس الوقت والروايح ديال العود ديال الله غزال هاد الريحه هادي شمن الريحه هادي مياسين فنه خطيره ديال الامارات هادي طوب طوب في الروايح. دابا شوفي حنا ما نحرقوش لهم المراحل نشوفوا تعاليقهم بغاو كل مره نديروا لهم فيديو ديال الروايح ديال الحوايج. المهم ها املوا البنات راه ديال اللوز مخدوم على اليد في التعاون يعني هانتوما كاوكاو تقاده حتى هو كيكون حتى ديال شحال ديال اللوز وشحال ديال الكاوكاو ديال الكاوكاو 60 درهم الكيلو ديال اللوز 170 درهم كان غير اللوز وديال اركان ياك اللوز باركان اللوز باركان. خرج يا اختي خرج هاي اختي ها انتم البنات خديجه راه عندها العصري وعندها الرومي وعندها البلدي وعندها اللي تشهيتو. هذه بالنسبه للناس جداد عندي في القناه لان ما شاء الله راه زادوا بزاف الاخوات غير هذا الشهر ما شاء الله راه دخلوا 4000 مشترك جديد. ها انتم اللي ما تعرفوش خديجه راه ما شاء الله تتبيع كل شيء وعندها البيجامات. المهم الا بغيتوا فيديو بالتفصيل خليوا لي تعليقاتكم. انا خليت لكم غير الشونتيو يا اختي والمانطات والكوفرليات غدخوا عتي تجيو عند خديجه ما تحتاجوش مازال تمشيو للسوق والشيلان والتواب والملابس.